اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما بقول لحضراتكم هنتكلم في الفقره ديت عن الحرب في ايطاليا او الحرب في اوروبا على الوصول لكاس العالم، طبعا على مستوى المنتخبات. يسعدنا ويشرفنا هنا في قناه النادي الاهلي يكون معانا واحد من كبار الصحفيين في ايطاليا وواحد من محللي الكره العالميه طبعا في طبعا سكاي سبورت، يعني وصحفي كبير في جريده كبيره ديلي سبورت الايطاليه وكوريرا ديلي ستيلا. كل دوت هيكون معانا في قناه النادي الاهلي عشان نتعرف منه على تصفيات اوروبا وكمان على المنتخب الايطالي بشكل خاص وتعثره في التاهل المباشر لكاس العالم. معانا مع حضراتكم طبعا جان لوكا بادوفان، ده الصحفي الكبير. بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير على الجميع ومساء الخير على قناة الأهلي، شكرا لكم على الكلام الجميل وشكرا على توجيه الدعوة لجان كارلو بادوفان. أنا سعيد لأن أنا موجود على أحد قنوات العظيمة قناة النادي الأهلي. طبعا بيشرفنا وجودك معنا كواحد من خبراء الكرة الإيطالية والكرة العالمية، ورأيك في تصفيات أوروبا وتعثر المنتخب الإيطالي فالوصول المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 والتعادل الأخير أمام المنتخب السويسري. في حقيقة الأمر غضب عارم في الشارع الإيطالي بعد التعادل المخيب للأمال أمام أيرلندا الشمالية. هذه ليست المرة الأولى التي تفعلها أيرلندا مع إيطاليا وقد فعلتها من قبل، لكن روبرتو مانسيني والفريق الإيطالي أضاع فرصة كبيرة، فرصة عظيمة، وهي التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم، لأنك تعلم صعوبة الملحق والمباريات الكبيرة التي قد تلعب في الملحق، والإيطاليون متشائمون بعد الشيء من الملحق، خاصة بعد المرة الأخيرة التي خسرتها إيطاليا أمام السويد وودعت كأس العالم. يمكن لكن هناك أشياء يجب أن يعلمها الجميع ويعلمها كل متابع لإيطاليا، أن روبرتو مانسيني بعد اليورو عاد بإيطاليا إلى الوراء، بعض الحلول لم يجدها في غياب سبيناتزولا وغياب بعض العناصر الإيطالية، وأثرت على المنتخب الإيطالي وعلى اختياراته الأخيرة. لكن يجب على الجميع أن يعلم أن هذه المجموعة قد فازت منذ شهور ببطولة الأمم الأوروبية. لا يجب أن نسفح اللاعبين، الثقافة في إيطاليا مختلفة وفي أوروبا مختلفة بعد الشيء. يجب أن تعلم أن إيطاليا قد تلعب ملحق كبير. أنا متفائل وليست هناك أي مشاكل في لعب الملحق، لكن الجميع الآن يتحدث عن بعض الانتقادات لروبرتو مانسيني والفريق الإيطالي. يجب أن نقف مع إيطاليا ويجب أن نثق في قدرات روبرتو مانسيني ويجب أن نثق في المجموعة الإيطالية التي تجد الآن، لأن كل شيء لم ينتهي، إيطاليا ما زالت في اللعبة. فيرميامو ميستر كان بيعمل طبيعي طبعا، لكن خلينا أتكلم بصفة خاصة، ويمكن أنا أتكلمت على التعادل مع المنتخب السويسري. هل كان ممكن هذه الانتقادات الكثيرة والجدل الكبير حول روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي يتغير 180 درجة لو أحرز جورجينيو ضربة الجزاء في الدقيقة 89 أمام المنتخب السويسري، وكانت هذه ضربة الجزاء قادرة لتأهل المنتخب الإيطالي مباشرة لكأس العالم؟ هل كان هيتغير الوضع تماما؟ هل الصورة كانت هتكون مختلفة بالنسبة للشارع الإيطالي؟ أنا متفق معك تماما. روبرتو مانسيني لا يجب أن يتحمل الخسارة وحده ولا يجب أن يتحمل المسؤولية وحده. كما ذكرت هذا الشيء، إذا قام جورجينيو بتسجيل ضربتي الجزاء، أتحدث عن ضربة الجزاء الأولى أمام سويسرا في زيورخ وضربة الجزاء الثانية في ملعب الأوليمبيكو في روما في الدقيقة 89 دقيقة 90، نتحدث عن المباراة قد انتهت وإيطاليا قد تصعد والأمور كانت
أفضل ما يرام الآن. لذا روبرتو مانسيني لا يتحمل لوحده إخفاق إيطاليا في التأهل لكأس العالم مباشرة. جورجينيو أيضا يتحمل. لكن إذا كنت تريد أن توجه السؤال بطريقة أخرى، أن روبرتو مانسيني المسؤول عن إعطاء الأوامر لجورجينيو، ومن هذا السؤال أنت متابع أيضا، لأن جورجينيو أضاع ركلة جزاء أمام إنجلترا في الفاينل، فاينل أمم أوروبا، وأضاع الضربة الأولى في سويسرا، ثم إعطاء الأوامر لجورجينيو أن يسدد ضربة جزاء بهذه الصعوبة في الدقيقة 90. روبرتو مانسيني لا يعلم الغيب، وجورجينيو على قدر المسؤولية، لكن لا يجب أن نسبح جورجينيو، هو لاعب هام ومرشح للبالندور، لكن هذه كرة القدم وتحدث. روبرتو باجيو أضاع في 94 ضربة جزاء هامة. طيب خلينا نتكلم على مستوى الدوري الإيطالي، ويمكن الأسبوع اللي جاي فيه طبعا مباراتين على مستوى عالي جدا، وإنتر هيقابل نابولي واليوفي أمام لاتسيو. شايف كمان على مستوى السيريا آ الإيطالية التنافس بين يعني نابولي، بنتكلم على نابولي، بنتكلم على الميلان، على الإنتر، وتأخر اليوفنتوس. شايف الدوري الإيطالي إزاي من خلال حتى لقاءات القمة في الأسبوع القادم؟ الدوري الإيطالي هذا العام وهذه النسخة نسخة قوية جدا، وهناك العديد من الأشياء الهامة قد تحدث في الأسابيع المقبلة، خاصة مباراة الإنتر ونابولي قد تحسم الأمور بعض الشيء بالنسبة لجولة الشتاء. الإنتر قام بعمل مباراة رائعة أمام فيرونتينا، وكانت آخر مباراة رائعة لسيموني إنزاغي وفريقه، ثم مباراة الديربي. لكن يجب على روبرتو مانسيني أن يفكر دائما، لأن مانسيني يهدر بعض النقاط ببعض التصرفات الخاطئة داخل المباراة. الإنتر إذا كان يريد أن يصعد للمركز الأول يجب أن يفوز على نابولي وأن ينتظر تعثر الميلان. لكن الدوري الإيطالي دوري قوي، أحد أقوى الدوريات في العالم، لم ولن يفقد بريكو في يوم من الأيام. لكن الدوري الإيطالي خسر لوكاكو وخسر أشرف حكيمي، لكن الدوري الإيطالي ما زال يحتفظ بلمعانه ويحتفظ بفريقه، ولن ينتهي الدوري الإيطالي، وأنت تتابع والجميع يتابع الدوري الإيطالي. لكن أنا لست متفق أن الدوري الإيطالي ضعيف، وأن الدوري الإيطالي لا يجب أن يدخل في المنافسة مع الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني. الدوري الإيطالي له طابع خاص وله بريق خاص، ولم ولن يخسر بريقه وطابعه. أنا بتفق معك تماماً أن يعني طبعاً دائماً وأبداً الدوري الإيطالي دوري قوي جداً، ولكن المخاوف على مستوى اللاعبين. وعايز أطرح سؤال طبعاً من خلال كونتي المدير الفني الحالي لفريق توتنهام، وبيقول انه هيحاول يصدر للدوري الانجليزي بعض اللاعبين من الدوري الايطالي، بعض اللاعبين الطليان. عايز اعرف تاثير ده على يمكن والازمه كمان الماليه اللي مرت بيها الانديه الايطاليه خلال فتره كورونا، كل هذه التاثيرات السلبيه في ازمات على مستوى الانديه في بعض المدربين، او خروج لاعبي المنتخب او لاعبي الانديه الايطاليه خارج إيطاليا لتعاقد في الدوري الفرنسي، في الدوري الإنجليزي، هل ده شايف أنه يكون مؤشر خطر جدا على مستوى الدوري الإيطالي وقوته، وبالتالي كمان على مستوى المنتخب الإيطالي في المستقبل؟ معك حق والجميع معه حق في هذه النقطة، أن إيطاليا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، ليست فقط إيطاليا ولكن بعض الدوريات الأخرى، بعض الدول الأخرى تعاني من نفس الأزمة، لكن إيطاليا تعاني منها منذ 2006. والأمور دائما في إيطاليا مفتوحة، والصحفيين يتحدثون في كل مكان، لذلك الجميع يعمل سكوب فقط على إيطاليا، وإيطاليا دائما ما تكون في أمور سيئة وينظرون دائما إلى السيء عن لدينا. لكن إيطاليا تعافت. أقول لك الشيء الهام، يجب أن تعلم أن إيطاليا تصنع الأمجاد عندما تكون في الأزمات، رأيت ذلك في 2006 منذ فضيحة الكالتشيوبولي.
لقد مرينا بعديد من الأزمات وتعافينا وأصبحنا أبطال العالم. كورونا أثرت بالطبع. هناك العديد من المستثمرين دخلوا الآن بقوة من أجل شراء بعض الأندية الإيطالية. أنت تعلم الأندية الإيطالية أمثال الميلان والإنتر والمجموعة الصينية. لكن نعود إلى النقطة التي ذكرتها في الأول، أنطونيو كونتي. أنطونيو كونتي يريد جلب العديد من المواهب الإيطالية، لأن أنطونيو كونتي يعشق اللاعب الإيطالي ولديه منتاليتي وكواليتي خاصة بالنسبة للاعبين الإيطاليين، وهذا بالطبع سيؤثر على الدوري الإيطالي وسيؤثر على السيريا. لكن اللاعبون الآن أصبحوا يهتمون في بالأموال أكثر من الشعار. أكيد طبعاً، يعني كلنا وكل يمكن الشعوب العربية بتحب الكرة الإيطالية وبتحب الدوري الإيطالي بشكل كبير. ده اللي هيخليني أرجع تاني وأسأله على هل، وتاني هتكلم على المنتخب الإيطالي، هل هناك خوف من تكرار طبعاً شبح يعني الملح الأوروبي أمام المنتخب السويدي في تصفيات كأس العالم مؤهلة لـ 2018؟ أم هناك ثقة وهناك تحدي كبير للمنتخب الإيطالي والشارع الإيطالي في عبور هذه الأزمة والوصول لكأس العالم 2022؟ لا بالطبع لديك حق، نحن خائفون. لسنا فقط خائفون، نحن مرعوبون من تكرار سيناريو السويد. إذا كنت تراني وترى وجهي الشاحب الآن أمامك، السؤال صعب. مجرد التفكير في أن إيطاليا أبطال أوروبا لن يلعبون كأس العالم القادم في قطر ستكون بمثابة فضيحة كبيرة ستهز عرش الكرة الإيطالية، أن بطل أوروبا لن يلعب البطولة القادمة في قطر. لدينا الخوف، نعم لدينا الخوف. لن ننسى حتى الآن التجربة الأخيرة أمام السويد، لكن سنعبر من السيمي فاينال، والمشكلة الكبيرة ستكون في الفاينال، لأنك تعلم البلاي أوف مليء بالمنتخبات الكبرى. نحن ننتظر القرعة بفارغ الصبر. ذكر شيئا هاما الآن جانكارلو بادوفان أن الإيطاليون يخشون مواجهة بعض الفرق، ليس فقط لأن إيطاليا تهاب هؤلاء، ولكن إيطاليا الآن ليست لديها استعداد أن تقوم بعمل مباراة كبيرة كالملحق من أجل التأهل لكأس العالم أمام منتخب كبير، وهذه صراحة يحترم عليها. طبعا هو سؤال أخير قبل ما أختم معاك. طبعا أنت متابع بشكل كبير جدا للكرة الأوروبية، وخاصة يعني اقتراب جوائز البلندور على مستوى كرة القدم. رأيك إيه في البلندور، وهل محمد صلاح نجمنا المصري قد يكون له نصيب في هذه الجائزة، ولا أنت شايف أن ممكن تكون أسماء أخرى زي ليفا، زي رونالدو، ميسي، جورجينيو، هل تكون أسماء يعني بعينها هي الأقرب لهذه الجائزة؟ بالنسبة لي يوصفني أن أقول لا، محمد صلاح لن يفوز بالبلندور هذا العام، ليس لأنه لا يستحق. محمد صلاح يستحق ويستحق بطريقة كبيرة هذا العام. إذا نتحدث عن هذا العام حسبت لنا العام الماضي، لكن العام القادم محمد صلاح سيكون نمبر 1. وبالنسبة لي حصريا لقناة الأهلي وبرنامج المحترف، بالنسبة لجان كارلو بادوفان، بعض الأخبار التي تم تسريبها له، روبرت ليفاندوسكي قد يفوز بالبالندور وقد يتوج به هذا العام. صلاح العام القادم إن شاء بالتأكيد الله. صلاح أو كريم بنزيما يستحقون البالندور. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا أكيد على شاشة قناة النادي الأهلي. يعني كان لقاء ممتع جدا جدا، وإحنا على المستوى الشخصي وهنا في المحترف إحنا طبعا بنحب الكرة الإيطالية وكل